الا الله والشهيد حبيب الله والشهيد حبيب الله لا اله الا الله لا اله الا الله والشهيد حبيب الله والشهيد حبيب الله لا اله الا الله والشهيد حبيب الله والشهيد حبيب الله لا اله الا الله لا اله الا الله والشهيد حبيب الله والشهيد حبيب الله حبيب الله من جنازة الصحفية شيرين أبو عقل شيعوها من مستشفى ابن سينا. استطاعت هذه المشاهد واسم الصحفية شيرين أبو عقل أن يتفوقا على أي حديث عبر منصات التواصل الاجتماعي عربيا اليوم، إذ شيعت الضفة الغربية ومخيم جنين جثمان الصحفية الفلسطينية تمهيدا لنقلها ودفنها في القدس، بينما انتشر اسمها كما انتشر عملها، وأصبحت الصحفية الفلسطينية التي كانت تخبر هي الخبر أثناء تغطية الاشتباكات في جنين، قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقل صباح اليوم برصاصة في الرأس حسب ما يروي بعض الشهود وزارة الصحة الفلسطينية والتي أعلنت مقتلها، كما أفادت بإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر لكن حالته مستقرة. بالإضافة إلى تشييعها انتشر عبر مواقع التواصل مشهد أثار حزن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا العاملين بمهنة الصحافة لتوثيقه لحظات توديعها من قبل زملائها في الميدان. دعونا نشاهد. رسميا حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس القوات الإسرائيلية مسؤولية قتل الصحفية شيرين أبو عقلة. أما وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد فوصف خبر مقتل الصحفية الفلسطينية بأنه حزين، وقال أنه يعرض إجراء تحقيق مشترك مع السلطة الفلسطينية. على الجبهة الإقليمية أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات ما سمته بالجريمة البشعة باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة في مخيم جنين، وحملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي تستدعي المساءلة الدولية. كما أدان البرلمان العربي ما وصفه بالجريمة البشعة والتي وقعت برصاص القوات الإسرائيلية، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية القانونية بمحاسبتهم. التعليقات والتغريدات الحزينة التي ودعت شيرين أبو عقلة بالملايين، لعل كل تعليق أكثر تأثير مما قبله، وسيصعب علينا قراءة كل ما ورد من تعليقات تدين قتلها وتشير بأصابع الاتهام، لكننا سنقرأ لكم اليوم بعض المواقف الرسمية التي وردت على الأمر. سأبدأ مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية الذي علق قائلا على هذا اليوم الحزين: ساهمت شيرين أبو عقلة في تكوين ذاكرة جيل كامل ورواية القصة الفلسطينية للعالم. قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي وهي توثق جرائمهم المروعة بحق شعبنا، خالص التعازي لأسرتها وزملائها. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي علق أيضا قائلا: ندين بأشد العبارات قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة في جنين المحتلة جريمة بشعة يجب محاسبة مرتكبيها. رحم الله الفقيدة التي تميزت كصحفية محترفة وصوت للحقيقة وغطت معاناة الشعب الفلسطيني
الشقيق. أما السفير الأمريكي في القدس توم نيدل فقال حزين لمقتل الصحفية الأمريكية والفلسطينية شيرين أبو عقلة، وندعو لتحقيق معمق في ملابسات مقتلها وإصابة صحفي آخر في جنين. السفير البريطاني في إسرائيل كتب أيضا قائلا أنني حزين للغاية للوفاة المأساوية لشيرين أبو عقلة الصحفية الفلسطينية المخضرمة في جنين هذا الصباح. يجب السماح للصحفيين بالعمل بأمان وبحرية. أحث على إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف. المتحدث باسم الخارجية الصينية قال أيضا نشعر بالصدمة، نعارض بشدة أعمال العنف ضد الصحفيين الذين يؤدون واجباتهم، ونأمل أن يتم التعامل مع الحوادث ذات الصلة وفقا للقانون والعدالة. رحم الله شيرين، هي يوم مؤلم لكل الصحفيين والصحافة.